هو استعراض للقوة حين ينشرون عبر إعلامهم الحربي، كما يطلقون عليه أسلحتهم وهي موجهة نحو أبناء تعز. لا يكتفون بهذا، بل يطلقون الوعيد نحو ذلك العدوان، والعدوان هنا يقصدون به بالطبع أبناء تعز ومقاومتها، متناسين أنهم قطعوا مسافات طويلة للاعتداء على هذه المدينة المسالمة وأهلها. لا تكذب الأرقام حين تتحدث عن نحو 5000 شخص شردوا من منازلهم من منطقة الوازعية وحدها جنوب تعز جراء اعتداءات متكررة وشبه يومية من ميليشيا الحوثي والمخلوع. نوجه نداء استغاثة عاجلة إلى جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تعني بشأن الحقوق والإنساني باسم أبناء الوازعية المشردين والمهجرين في مناطق المضاربة والعارة وفي مديرية الشمايتين والمعافر. تشهد جبهة الصبيحة والوازعية معارك مسلحة عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين المقاومة والميليشيا، وصلت خلالها تعزيزات كبيرة لطرفي القتال من أجل خوض المعركة. اشتباكات عنيفة أيضا شهدتها منطقة الظهورة التابعة لقبيلة الأغبرة أسفرت عن مقتل القائد الميداني لمقاومة الصبيحة رباش الأغبري. رباش كان قد أسر غربي مدينة عدن في شهر مارس عام 2015 بمعركة راح ضحيتها 30 شخصا من قبائل الصبيحة بين أسير وقتيل، تم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع الميليشيا بأحد أفراد أسرة المتوكل ليقتل اليوم. هي مواجهات عديدة ومستمرة لا تعرف لها نهاية حتى الآن، توضع فيها المقاومة في تحدي صعب خاصة مع نقص الإمكانيات في الجبهة الأكثر اشتعالا الآن بتعز.